مقاس الطوب عندك بيختلف من بلد لبلد ومن مدينة لمدينة. أهم حاجة تحسب الناحية دي، مش عايز ده سمك الطوبة. عايز الطول دوت كام والارتفاع الطوبة كام. في السطح هنا عايزين نعمل سور من الطوب، نقسم السطح كده نصين من عند المثلث لنص الحيطة. المسافة دي هنقيسها طبعا، نستخدم المتر إن شاء الله. السور ده طوله حوالي 5 متر وربع من غير الباب، قسمته برضو بباب في النص عشان أدي الاختيار نفتح النصين على بعض في ارتفاع كام؟ 138 سنتي أو 1.38. سور زي ده كده ازاي نحسب عدد الطوب؟ طريقة سهلة جدا. وهنحتاج قد ايه اسمنت ورمل؟ خلينا نشوف بقى ايه من الناحية التانية، عشان هنا الناحية دي كده اتدهنت محارة جاهزة على فكرة ما شاء الله، وهعمل لك فيديو عليها بعد كده. بيقول لك ايه بقى الصنايعي؟ بيقول لك المتر الطولي بياخد تقريبا 5 طوبات على حسب الطوبة دي. الطوبة دي 17 سنتي، وبيجي جنبها سنتي من هنا مونة، يبقى كده ايه بتكمل 18، وهكذا الطوبة دي برضو. يبقى المتر الطولي بياخد 5.5 طوبات. اضربها في 5 متر وربع، طول السور كامل يعني مع اهمال الفتحة دي، هيطلع لك الرقم على الشاشة. ده ايه المدماك الواحد بياخد كام طوبة؟ والمدماك هو صف الطوب من اول للاخر متصل مع اهمال الفتحة دي، اعتبر ان هو قطعة واحدة متصلة. نيجي بقى للمتر العرضي او الارتفاع، بياخد كام مدماك؟ 16 مدماك. ارتفاع الطوبة 6، وهتضيف عليها 0.25 سنتي بس المونة دي من جهة واحدة من تحت مثلا، يبقى هتقسم 100 على 6.25، هيطلع لك بالظبط 16 مدماك. هنضرب بقى 138 سنتي او 1.38 في 16 مدماك، هيطلع الرقم قدامك على الشاشة اللي هو اجمالي عدد المداميك في الجدار من فوق لتحت، تمام؟ هنضربه في عدد الطوب في المدماك الواحد متصل باهمال الفتحه دي. الرقمين دول هنضربهم في بعض كلها عمليه ضرب، هيطلع لك اجمالي عدد الطوب اهو قدامك على الشاشه. ولو عندك جدار او سور عايز تحسب عدد الطوب فيه سيبهولي في التعليقات، وهرد على اول 10 تعليقات ان شاء الله، واحسب لك كميه الطوب كخدمه مني للمتابعين. ده بقى لو ايه، لو البناء على نص طوبة. يعني ايه نص طوبة؟ يعني سمك الجدار بسمك نص طوبة اللي هو على حسب ما هو ظاهر عندك 8، ده لو البناء على نص طوبة. طيب هتضيف له بقى ايه الاكتاف دي بقى، احنا ما حسبناش الاكتاف. طب لو البناء على طوبة كاملة، يعني لو البناء على سمك طوبة كاملة، الطوبة الكاملة 17. لو السور على طوبة كاملة كله بقى، يبقى هتضرب في 2، يبقى الرقم اللي هيطلع دوت هنضربه في 2 مش دوت. طبعا مقاسات الطوب صغرت، وده عامل مأساة، كل شوية بيصغروا حجم الطوبة هنا عندنا، وده عامل مشاكل برضو. فرق هنا، فرق الطوبة الجديدة من الطوبة القديمة اهو، في تعديلات ما بعد المحارة اهو. وانا عملت فيديو عن حساب عدد الطوب في المتر المربع نص طوبة، ممكن تطبقه على نطاق واسع بقى لحساب شقة كاملة او دور كامل. وطبعا لو البناء على طوبة هتضربه في 2. الفيديو ده من غير ولا كلمة وقرب دلوقتي على 100,000 مشاهدة ما شاء الله. هسيبهولك في صندوق الوصف وحطهولك فوق في علامة الاي. طبعا بشكر كل اللي دعموني في الفيديو، وبشكر سيادة غزاوي بارك الله فيك، وقناة عباس حلمي من العراق جزاك الله خيرا. السور بقى زي ده كده، تعلية السور طوله من اوله لاخره حوالي 10 متر،
او بالظبط بالظبط 9.45 متر في ارتفاع كام؟ متر الا شويه يعني بالظبط. لو عديت عدد المداميك بطريقه بقى الصنايعي او البنا هتلاقي ايه 15 متر. عايزين بقى نحسب عدد الطوب في الجدار دوت او في التعليه بس. طبعا بعد كده بقى تطرح الفتحات المربعه دي اذا كنت هتسيب فتحات، ولو انها ما انصحكش يعني لانها بتضعف الجدار، وتزود ايه الاكتاف. يعني الكتف ده مثلا عرضه طوبتين اهو في كام مدماج؟ في 15 مدماج. يعني الكتف ده كده هياخد 30 طوبه زياده، وهنا برضو في الكتف ده هتزود 30 طوبه، وفي كتف ورا دي مش نص طوبه على الفاضي كده، لا بادئه برضو بكتف الناحيه التانيه. لو عرضه طوبه يبقى هياخد 15 طوبه، وفي هنا كتف برضو من ورا بيربط الجدار الجديد في الجدار القديم، فايه هتضيف برضو 15 طوبه. طيب انا هحتاج قد ايه اسمنت ورمل؟ كل 1000 طوبه من دي بتحتاج 3 شكاير اسمنت، لان في طوب اكبر. وبالنسبه للرمل قد الاسمنت 4 مرات، يعني 12 شكارة رمل او اقل من نص متر مكعب رمل. ما هو المتر المكعب 24 شكارة. خد بالك المية نص معيار الاسمنت، يعني نسبة الاسمنت للمية للرمل 1 اسمنت لنص مية لأربعة رمل. والخلطة دي هي نفس خلطة السيراميك عشان ما توجعش دماغك يعني. والسؤال دلوقتي ليك يا صديقي، كم عدد الطوب في السور ده؟ هسيبك تحسبها واكتبها لي تحت في التعليقات، واكتر تعليق هياخد تفاعل واعجابات هثبته وهذكره في الفيديوهات الجاية ان شاء الله، والى اللقاء.